من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على EFM أحلى غدوة. يا فيما على الراديو اهلا وسهلا ويا مرحبا, نسلم عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن, وين ما يشلكم صوتي يا فيما نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامه بلس, حلقه اليوم الاثنين 29 جام في 2024, نرجع فيها بين الرياضي السياسي والاجتماعي, نحكي من بعد شويه على ظهور اخير وجديد للرئيس الاسبق محمد منصف المرزوق على قناة الزيتونة ودعوة مباشرة وصريحة إلى العصيان المدني, كما يوجه رسالة تهديد شديدة اللهجة بعد شوية نعرفه لشكون, الأستاذ عبير موسي تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة, نحكي وكرة جديد في الجامعة التونسية لكرة القدم, بعض الأسامي والناس اللي خموا في الترشح لرئاسة الجامعة منهم وأبرزهم السيد عبد المجيد القبنتيني اللي كان أعلن هذا في برنامج EFM Zone Sport مع صديقنا مهدي العياد. الشأن الاجتماعي نحكي عليه زادة صف طويل عريض, لا على السكر لا على الفارينة لا الخبز لا حتى شيء, نحكي من بعد شوية صف آخر وعنف وبونية وغيره في تونس, عليش تنفسر لكم بعد شوية, هاد نتعرفوا على الفريق توتسويت. الكابيتان الروائي الكاتب وايضا الملحن خالد علي التوادي خلود, مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ومستمعاتي يا فيه. مره الاخرى محمد حكيت انا على الوفاء الرياضي. ايوه اليوم باش نحكي على الانضباط الرياضي. ممتاز. ساعات في خارج كي تشوف حاجات يا محمد أيه. تفهم مهما قيمه الجوار مهما قيمه كل شيء في بلاصتو. ريشفورد نتاع مانشستر يونايتد خرج ياسر وقال لهم مريض. بعث مريض وخرج يصوروا بيه. قداش لخطا يا سي محمد؟ قداش تخطا بفلوس تونس؟ هي 2 مليارات واش؟ اوف 750 الف اورو على سهريه وبعث. على سهريه وبعث سيرتيفيكا مضروب. سيرتيفيكا مضروب. اليوم باش نفهموا شو معناها الانضباط الرياضي, شو معناها وقت اللي مهما تكون اسمك في الكوره مهما تكون وقت اللي لازمك تتعاقب راك تتعاقب. صح. ناس ما تفدلكش ديسيبلين ما فيش لعب, ما يفدلكوش ما يفدلكوش. خالد غبت مره ومشي تسرت وانت لاعب؟ والله كنا ساعة قبل محمد ساعات نسهر ومش وقت انا محمد جات بريود جوارات يسمعوا فيه الكل, كنت نترناو جمعه كامله ونخدموا نهار لحد نهار الاثنين, نتلموا الناس الكل عندي ريستورون لم الناس الكل, انا كابيتان نلمهم الكل. باه فرهدنا نهار الاثنين نهار ثلاثة نرجعوا نخدم. هي شنو تفرهدنا بكل شيء معناها؟ بكل شيء حلال وحرام. توتوبسيون. اما نهار ثلاثة محمد الناس الكل نرجعوا نترناو ونخدموا, خاطر محمد قبل كنا نحبوا جمهورنا محمد, نلعبوش للفلوس نلعبوا للجمهور. الجو صح. دونك كنا بالحق محمد انا واحد من الناس الثمانية راني رقدت وبالحق في الكورة كيما تبدا السيريو. شوفوا كريستيانو رونالدو 39 سنة ومازال ما شاء الله. شوفوا وصل محمد. خالد عندي معلومة قولي صحيحة ولا يقولوا لي خالد حتى ليلة المهد ساعات ياسر ويهبتي مركز وزبونت وكل ما يقلقوش. لا مش أنا سامي خوي. سامي هذا؟ سامي. بيه. سامي ياسر نهار الماتش ونهار صباح الماتش وفي الليل والله مرة جا نبيل أخو نبيل المعلول يجيب في صباته لسامي منير يجيب في صباته لنبي. باهي. يلقى سامي خويا عامل كافي شانت نهار الأحد. قال لي في العشية نسمع النادي الافريقي يربح الملعب التونسي هدف سامي التويتي. قال لي دخت. واضح. ثريا العمري دلولة الدوامة بلوس, هذا الاسم الجديد متاحة المدللة. المدللة ودلولة الفريق والمجموعة الكل, سعادة جدا وتبعنيك زادة في الويكاند في ظهورك الأخير مع ناس الجيبسي. مرحبا. عايشك محمد, عسلامة ناس الكل, إن شاء الله نعديو عشوية محليها, بداية أسبوع جميلة كلها هكا تفاؤل. انا الحقيقه متفائله, عندي اخبار هكا ساره وصلتني, فما اخبار ماهيش ساره اما ساره اكثر بالغير ساره. خلينا في السار. في السار ان شاء الله كهو فقط. هذه هو معناتها تحب تبارتاجي معنا ولا لا؟ ما نحبش. ليه؟ لا لا معاش انا حتى شيء لما يتم كله بالستر. كله بالستر. بربي تخاف من العين طوري. نخاف انا ديما كي قضيت ياسر بصراحه ما تتقضاش في ساعه محمد. بيه؟ كل حاجه نحكي عليها ما تمش. الحلقه الجايه نزيد خالد وصف جديد الروحاني ناحي الطيبه ولا اسمع. انا باش نقول لك انا واستعينوا على قضاء شؤونكم بالكتمان. والكتمان حوائجكم. اكزاكتومون السري. وانا نسمع الكلام خارق العاده. ثريا رئيس التحرير السابق السيد حسن بن عثمان حسني, مساء النور. مساء الانوار. اذا ان شاء الله بدايه اسبوع سعيده ليك سيدي محمد والفريق الغول هذا. ايوه بدايه اسبوع قلت هنا تبدا الجمله باذا. اذا الجمله عندك في البرنامج ما فهمت ثلاث نقاط. أيوة. يعني بيضاء قبلها
وتنجم يعني تتصرف يعني هذه بلاغه جديده يعني محاوله بلاغه الجديد. ايوه اذا يعني ان شاء بلاغه الله ولا بلاده جديده ما خلطتش وسرق لي جو شي زين محمد بلاده هذه تعود الى البلاد وانا ما نحبش ندخل معك تو فيزا فيزا في هذا الموضوع. اذا يعني ان شاء الله بدايه اسبوع سعيده لسيادتك. أيوة. والساده يعني الزملاء والزميلات الزميلات ايوه الزمل والساده المستمعين والمستمعات في الداخل والخارج ان شاء الله. وقبل يا خالد خونا يعني ما اشار الى موضوع خطير 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 خطوره وجوديه ومصيريه ان شاء الله موضوع الالتزام. ايوه في الكوره هي موضوع الالتزام في الكوره وفي غير الكوره المجتمعات حين يعني تبلغ مستوى من الرقي تصبح الكلمه نتاعها والموعد نتاعها والوعد نتاعها ما فيهمش مش مضروبين. نحن يعني بتلت الثوره هذه الغنوشي قال لك ما فماش اخلاق بلاد بلا اخلاق ما نلتزمش بالاخلاق والاخلاق التونسيه ضربت في الصميم هي اخلاق مسكينه كما على قدها كزورس الخيخه جا هذوناك رجعونا يعني ما ادرد الفم ادرد يعني بلا ادرد ادرد هو الذي بلا اسنان وبلا يعني ازروس ولا بلا انياب حشيك انا هاني فمه يمشي لطيف مو اليوم طاحت يا لطيف يا ودي وعملت لي برونسون في الطريق العام استر ربي لقيته يا ودي طاهر ندري فيش نعم بلا ندري ايش نعم مايكل جاكسون كان يقولوا خشمه يتيح فهمني والكوره هذه مخصصه الكوره تو يعني ما في امثله اخوه سامي التواتي الله يذكره بالخير نسلموا عليه ايوه سامي علي التواتي حتى هو يعني كان عنده الانحرافات هذه يعني ويمشي يعني متدهور قليلا ويمركي بونت ذكرني في بنت ولكن يا اخي في لاعبية كبار في العالم راه يخترقوا القاعده والذي يخترق القاعده مارادونا يرحم والديك واللي يخترق القاعده يسمى يحفظ ولا يقاس عليه الشاذ يحفظ ولا يقاس شمال يحفظ انت قديش من هدف ماركيتو في حياتك وانت في حالة ممتازة انا من الناس اللي يحفظ ولا يقاس عليه قديم من كتير ثري فما شكون غاير من الفتاة المدللة هنا انا ما قصدي حتى شيء انا نقصت في الاكيب الداخل مانيش نقصت الاكيب البرا مش الفريق الموسع ليه نقصد انا بلي ابوس فينا شكون في الفريق الموسع خاطر عنا الصغرونا الطحفونا الدلولة توتا لقب محفوظ أحوال الكياس تسويت مع أيوب الغايب ورجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم حلقة اليوم بحضور الكابتن خالد علي التويتي رئيس تحرير السابقة السيد حسن بن عثمان الشحرورة والفنانة والانستغرام موسى ثريا العمري يتغيب علينا اليوم لأسباب مهنية قاهرة ومفاجأة خلى بلاستو الأستاذ ماجد البرهومي مجد بعل خلى بلاستو بينا قررني تشديد في المحكمة في بالي تشديد في ملحمة ولا حاجة قلت ما وحنا بهل تلاشي باقي الأمور شدة بعضها يخي قال في المحكمة أول المحكمة عند حنا بهل كانها عند مجد بعل كانها ملحمة أيوة. يعني غادي يخوضوا على الميدان الصراعات الحقيقية الصراعات الكبرى وعنده بهجة يخوض بك الروبة السوداء متاعهم أيوة. المحامات وكذا يعني حقيقة يعني متعة للشاهدين ممتاز للمستمعين خارق العادة هيا سيدي ثريا طاقة الأسامي تود سويت اخترت لنا اسم حكينا عليه نهار الجمعة وعدتنا باش يكون هو حديثنا في حلقة الاثنين الاسم هو سعدية تود سويت في طاقة الأسامي احنا الحلقه اللي فاتت تحكينا على اسم منى ومن بعد دخلنا في التفاصيل اللي جبدنا الكبيره وتحيه ليها منى نور الدين وطلع عمك حسن مشى بربش وطلع اسمها الحقاني مش بربش تذكرك يا بنت فكر يا حل. بربش في ذاكرتك يا ودي مسميني ديك المزابل الثقافيه نهار كل مبارك هو كيقول كلام هكا تونسي اللي يسموني ديك المزابل يخافوا مني لانه يعرفوا روحهم هم في المزبله ويعرفوني في المواضيع هذه انا في مزابل الثقافيه وتليبوبال زاد ديك المزابل يعتبروك الثقافيه نذم برشا ونقوم على الفجر نحي لهم الراس والساحه مليئه بالدجاجات الدجاجات يا سيدي باش نرجعوا من بعد للنخبه عاد ومن يدعوا النخبه تا نرجعوا لهم بعد شويه نرجعوا الله يخليك هذا لا يمنع انه هو بربش أي؟ وطلع الاسم الصحيح اللي هو سعديه وقلنا الحلقه الجايه باش نحكيوا على اسم سعديه باهي سعدية معناه البهجة والسرور وكثير السعد والفرح
هذاك علاش كانوا ناس بكري ياسر يسميو اسم سعدية. صاحبة اسم سعدية غالبا تكون متفوقة في العمل نتاعها في إنجازاتها زادة، وخاصة كي تكون في مجموعة نسائية تبدأ هي البارزة فيهم. إلا تير لاتنسيون هكيكا سبحان الله عندها القبول. سعدية عندها ثقة كبيرة في روحها، ووجهها تلقاه ديما عندها أمارة، يا عندها بوستخالة كبيرة ظاهرة أوكي. يا عندها ليفوسيت، يا عندها حوجبها بالنخلة، ديما عندها أمارة سعدية. حوجبها بالنخلة بالنخلة مش ما لا بالنخلة بالنخلة مقروني فوق جبينك حاجب نخلة اسمع تحت الحاجب عين الكحلة الله. علامات الجمال هذو مع محسن. أيوة من الأخر المرأة هذية سعدية جذابة مزيانة أتيغانت متسامحة برشا في حياتها، الحاجة اللي تخلي الناس الكل تحبها، ملسنة وتعرف تتكلم وحديثها موزون، متفائلة والضحكة متفارقش وجهها. أما فيما يخص الخدمة يتلقاها فام دافير سيدة أعمال، يتلقاها تجرة، يتلقاها رسامة، يتلقاها فنانة، هذو هما الخدم الأكثرية اللي تخدمهم سعدية. وين موجود اسم سعدية؟ لقينا اسم سعدية موجود برشا 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 في إندونيسيا. لقينا هكا تقول هاي لقيت أنا لقينا شكون معني أنت والفريق؟ أنا وحدي ليه معناتها اسم سعدية في إندونيسيا معناتها تقول اسم عربي إيه؟ أنت موجود في العالم العربي إيه؟ يا أخي يطلع أكثر اسم يتسمى في أكثر دولة إندونيسيا وماليزيا وباكستان. ياسر يسميه سعدية ويستبيختوا بيه ويحبوه الاسم إيه؟ دونك يسميه ياسر وهكا سعدية يسميه ولا سعدية سعدية إيه؟ العاك أنت نطقوها سعدية سينو سعدية سعدية أوكي. سعدية ما تنجم تعيش كان في الرفاهة سعدية، وبما أنه اسمها سعدية محظوظة الطفلة ذي حلو ديما بقدرة ربي توصل اللي تحب توصل له وتعيش في الرفاهة. هذا هو الديفو، هذا هو الديفو. المرأة تحب اللوكس هذا، تنجم تعيش كيف في الرفاهة. وسبحان الله تلمو وجه ما أنت اسمها يطبق على شخصيتها تلقاها ديما عندها الحظ في حياتها وتعيش في الرفاهة. واضح خالد بالحق كنت نعرف واحدة باش ناخذها اسمها سعدية، ما بوها ديما متغشش زيني خالد راس محمد اسمعني مو خاطر بوها ديما متغشش حتى كي تقول له لابو سعدية حسنين شنو رايك في السيفيد؟ والله بارك الله في سوريا هاي تجتهد يعطيها الصحة ووصلت باكستان لا وباكستان واندونيسيا وصلت لنا الغادي ما الحمد لله يعني تعلمت مبربش كيف كان دخلت يعني الأفلام الهندية ما عادش خارجين من الغادي أيوة. تبخينا من الطرافة متاع اسم سعدية في تونس أي؟ يقال يروى أنه محمد المزالي الوزير الأول الله يرحمه ونعمه ورئيس الحكومة ساعتها يعني هو في منصبي في الثمانينات هذه أنا سمعتها في الثمانينات جاته حفيدة فذهب يخبر الرئيس بورقيبة بورقيبة يعني معناه قالوا سيد الرئيس راهو نزادت لي يعني بنوته وفرحان وكذا واعطيني نهاية لا 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 قال له شرفنا يا سيد الرئيس سميهان انت ايوه شوف قال له الرئيس بورقيبة مو مهف داهية قال له سماها سعدية أيوة. قالوا شنو؟ قالوا سمع سعدي قالوا له قالوا باش نقولوك يا ابو سعدي باهي حسنين حكيت على صفات الجمال مع ثوري ثوري قلت لك صفات الجمال هذوما حاجب نخلة حاجب نخلة وكل ما عندي معلومة قل لي صحيحة ولا هل صحيح قبل عند العرب في الأدب العربي قديما ولا أنه من صفات الجمال عين المرأة تكون كبيرة وتشبه بالعين البقرة صحيحة؟ عين البقرة اسمع عين البقرة نحن نشوف أوك في شسمة ذيك تغني العنطرة وحشا وكذا تاكل لي وقبلتها 99 قبلة وكنت على عجل شنو صفات المرأة غادي في القصيدة ذيك العربية الجاهلية ستجد يعني كل مواصفات المرأة العربية وتلقاها مشكلة بين نجد والحجاز والعراق وكذا اليمنيات وكذا وكل مرأة وكل يعني واحد لها عندها نوع من الجمال وحصيروا العرب وخاصة الشعر العربي يعني فتوتنا احنا نحكيه شوف نحكيه في اخره خلينا من الشعر الجاه شو اسمه سياب الله يرحمه ونعم عيناك شرفة نخيل ساعة السحر او ندري شنو او نخلتان راح ينأى عنهما القمر الله تصور انت كل عينين وهاي النخلة والواحدة والحواجه بمقولين يا حموليك انا شو اسمه ذاك شو اسمه عبد الستار انا حموليك عبد الستار يا حموليك عبد الستار تحيه عبد الستار طبعا اي والله نسيت اسمه اللي حكي عليها الاغنيه تعلق قلبي بي فتن عربيه هذا تنعم بالديباج والحولي لها مقلتين
كل حاجة توصف بها بلاد. يعني سنين من قطر العينين درامنين يعني كل بلاد وزينة. سنين منين؟ تي حتى يخلي بربي ما يخلي ملس جاء قطر في الثنين عشيت على قطر. الزين حاج بوعين من الاخر معنا. الزين حاج بوعين وسر في الاخر الزين والحياة أذواق. حسنين تود سويت نمشيه معاك شجرة البرتقال والفاتورة ما نعرفش شنو العلاقة ما بيناتهم، هو موضوعك للدخل اليوم مع حسن بن عثمان. سيدي محمد أنا ماني كي نروح للبلاد القرية يعني هي. قرية السقاربة في الكبون في ولايتنا نمر من ثنية منزل بوزلفة باي. خاصة في الأوقات هذه أيوة. في ثنية منزل بوزلفة بين سليمان ومنزل في مدخل منزل بوزلفة ثمة يعني الحقول بحر الحقول متاع البرتقال اللي هو حقول يعني مليئة المنطقة ذيك بحقول بالقوارص بأصنافها ليم بلدقان يعني مدنينة شنوة شنوة عربي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أرض يعني خصيبة أرض يعني ذكية أرض سعيدة بمنتوجاتها الرائعة. ويعني في العادة نحن كنا معناها هو في الموسم هذا متاع البرتقال يعني يكون المرشي منصوب مرشي معناها الفلاح متعدي في فلاح فما فلاح فما قشارة ينصبوا غاديك ويجيوا الناس يعني كذا كذا الكاميونات أنا نشري نهز نشري طرف برتقال مع أسوام ومع مش مختلف معاش مختلفة مش بعيد على تونس ماشي بعيد على حقيقة ولو كان تعرف يعني هذا موضوع آخر في البلدان المنجة للشيء ساعات الشيء يصبح أغلى من الأسواق الأخرى والله العظيم الشهر الأخر شريت مدنينة من غادي ب2500 شنو شريت مدنينة مدنينة ولا مدلينة تي مدنينة نحن نقوله مدنينة مدنينة تيشنة تروح متفصح زيادة اي شريت من غادي من غادي شريت مدنينة هي مكلفة لي ب2500 هنا ب2000 فرنك ايوا غشوك ولكن صد اصدقائي يفرحوا بي انا يعطوني من طرف اللسان حلاوته ويقولوا نسمعوا فيك وسلم على سيدنا محمد وسلم على وفكتروا لك بعد يا نارك على روحك اي عجبي خلقني تبادل الحلاوات هم يعطوني حلاوه انا نعطيهم حلاوه ونحلوا لبعض مش ولكن والله يعطوني ساعات يعني يحسنوا لي ما نحبش شكون يعطيني نحب يحسبوني امور مريقله فقط ما يوشنيش ما تهونيش حاجه مضروبه حاجه خامره او شيء من هذا القبيل يعني وهم يعرفوا يعني خاطر الانواع نتاع المدنينه اصبح كثير مدلينا مدلينا يعني انت ما تفرزش وحدك هما يعطيوك يا ودي هذه ما يبيعوش للماركه اللي جاي يختوم كاميون يا ودي يبيعوا هذا بالقرو هذا ما يبيعوا بالقرو معناتها يشري بالتيلار اي نشري نشري يوزنوا لي بالكيلو ولا بدري شنو نشري 5 كيلو شنو ايوه بدات تظهر الفلوس يا ولدي باش نتعدى ناخذ باقي من مدلينا نزل للعائله يا ودي سامع جمعه كامله مدلينا على حسابه سيبوه يكمل ايه خلينا ما تفهمياش الموضوع يا رفيق والله ليه بالعكس فرحان بالنقاش يا رفيق يا سيدي يا المكشبر مول الواحد صاحبي نايم قلت شبيك مكشبر شبيك خلقك ما هياش اليوم قال لي خويا معناها قال لي والله احنا فرحانين بقيس سعيد لكن قيس سعيد ضيق لنا حياتنا أيوة. قلت له كيفاش يا ودي ضيق لكم ايش دخلكم ايش دخل المدنيين القيس سعيد قال لي مو يا اخي ولا كل شيء بالفاتوره قلت له شمعنى كل شيء بالفاتوره قال لي ما نبيعوا حاجه ومخرجها لما نعطوا فاتوره ويشدوهم في الطريق وكذا كذا انا قلت له كيفاش حتى وانتم مثلا واحد يدري يعني فلاح او يعني ذلي خضار مش خضار قشار 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 تعرفش معي قشار انترميدير بينات مش انترميدير بالضبط بالضبط هو تقريبا انترميدير وسيط ولكن هو يكري الصابة او الغلة وهي على رؤوس اشجار يخضر هاي يخضر هذاك يخضرها واللي يحب يجيب له اذا كان ربح ربح اذا كان خسر خسر ممتاز معنى فيها ربح وفيها معنى مخاطرة فيها مخاطرة اذا يعني قال لي الشجره كي تعطينا مثلا 10 كيلو ل 20 كيلو ما نقولهاش يعطينا فاتوره نحن فهمتني نحن فلاح ماناش مصنع قال لي نحن باش نقدموا بالفاتوره هذه كل شيء وقال والله كان رجل حكيم قال لي نحن نحبوا المجموعه الوطنيه تاكل من خيرات الارض نتاع هذه البلاد والدوله التونسيه نحبوا ندعمها هي ولكن نقول صيغ يعني معقوله صيغ يعني ما تعطلتش الحياه الكل يعني ما نعرفش في المصدر حين يكون مصدر المنتوج ياخذوا منها او في الاسواق الواحد ولا عرفش انا يعني يمكن للجهات المسؤوله على هذه المواضيع من بلدية ومن وزارة التجارة ولاش تجارة يلقوا حلول خاطر هذه سلعة موسمية أولا سيدي محمد سلعة موسمية سناني ما
المراقبه نحن مع الدوله نحن صناعه موسميه هذه راهي سريعه التلف، ما تقولش نهارين ثلاثه وتمشي صحيح. يعني شيك نرجو نحن لتشجيع الشيء هذا الرباني هذا المنتوج بتاع الارض التونسيه الرائعه، نرجو يعني من القصياغ يعني ليش وتحت شعار لا يشتكي الذئب ولا الراعي لا يشتكي الذئب وكيفاش هي للراعي اشتكي ولا الذئب لا مش هكاك لا يشتكي الذئب ولا الراعي بكى ما يشكي مش مشكل ما يشكي لا هذا لا هذا شو مهزنا للذئب لا بالضبط خاطر حكايه الذئب هي حكايه الذئب وراعي لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي أيوة. لا يجوع الذئب ولا الذئب مو خلق ربي خلوا له يعني الوسيط الوصيت أيوة. واللي داشكون مو ذيب هذاك يحب ياكل يدب الراس خلي ركع خلوه اي لكن كي يولي يدب الراس اكثر من الفلاح في حد ذاته اي ما هو نعملوا اسمعني تعمل جهات رقابه وترسي اخلاق مدنيه للناس يعني تعرف تاخذ حقوقها وتعطي حق الناس ممتاز فهمتني هذا اللي تلبينه نحن بارك الله مع الدوله وتحيا الدولة ما تحيا الأشجار في تونس الخضراء وإن شاء الله ديما مخضرة إن شاء الله مترة باهية أخرى في الأيام الجاية يا ربي يا ربي يرحمنا باش نربط مع حديثك حسنين وأنت قلت نحن مع الدولة أنا اليوم كنت لأسباب مشيت للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في تونس مشيت لفرع من الفروع اللي موجودين في تونس العاصمة وقابلت على قضية معينة وقدمت الأوراق اللازمين وكل فما راني بالوضعية اللي موجودة غادي في الفروع هذه تاع الشؤون الاجتماعيه راه ظروف العمل القاسيه جدا معناه للموظفين للموظفين ابسط حقوقهم مش موجوده صح. اوراق بيض ستيلوات ما عندهمش قالوا لي راهو ناخذوا في الرامه تاع الاوراق بحسابنا نحن التنظيف يجيبوا بحسابهم هما يتشاركوا 5000 قتلي ونشاركوا باش نجموا النظف ونقفوا لهذا المكان ماهوش محمي كان يخرجوا مخر ودنيا تظلام يعني معرضين لكل انواع الخوف مع والهرسه والبركاجات وغير قلت لي ساعات نبداو خارجين قدام اللوكال بالضبط يبداو قاعدين حتى في الدروج ومشروبات كحوليه ويشربوا غير وكل فهذايا الصوت وصل انا باش نوصل هو متابع وزاره الشؤون الاجتماعيه الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بتونس فرع حي الخضره الرجاء من السلطات تتوجه له كما اي فرع اخر يستحق تدخل خالد هي اسمها الضمان الاجتماعي محمد وقت الزين كانت هي اللي تسلف الدوله الضمان الاجتماعي كان يسلف في الدوله محمد صحيح. وقت الزين بالضبط هي اسمها الضمان الاجتماعي انت كي جبت على ذي حبيت نحكي على حاجه برك ان شاء الله يسمعوني جاه ربي المنظم تاع الوليد من عام 69 7000 لتوا قاعده 7000 يا محمد بالله بجاه ربي يا ولي الوليد صغير كي تزاد ساخس في 7000 مندا عام 67 كان عام 67 في بالك عام 67 تعرف عام 67 الراجل يخلص في 30 يعني 7000 ولا واحد لانكار نتاع شهري اليوم كي تهز ولدك ماشي للروضه الصباح تاخذ له كعبه كندر وفي الرجوع 7000 وفين دونك كندر ولدك لا لا ازعج خالد تفضل معلومه مضاده استمع لي يا سيدي قال لك التونسي كي تولد انثى وليذكر مسير في 7000 دولار او دينار او اورو انت مزدو بتقول واه هو بيقول لك يا ولدي فهمتني بحيث ربي يفرجها هذاك علاش قال لك يبكي صغير في تونس دوبي تولد لا محسوب في الاخرى يطلع يعني يشطح يعني ما يطلع يا سيدي نفتحوا صفحه الرياضه بسرعه نحكيوا على بيان الجامعه التونسيه لكره القدم بتاريخ الجمعه 26 جانفي 2024 مع خالد علي التويتي خلود بيان الجامعة التونسية لكرة القدم فيه إنهاء مهام الإطار الفني لمنتخب الأكابر تقرر اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 إنهاء مهام المدرب الوطني والمدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخب الوطني للأكابر نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الأول من كأس أفريقيا للأمم ولعدم تحقيق الأهداف المتفق عليها 2 تكليف كل من المدربين أنيس البوسعايدي ومنصر الوحيشي بقيادة المنتخب الوطني إلى حين تعيين مدرب وطني جديد 3 تكوين لجنة سيتم الأعلان عن تركيبتها في أقرب الأجيال تضم ممثلا عن وددية المدربين التونسيين وبعض الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة لاقتراح المدرب الوطني الجديد البيان كما هذه كيفاش تقرأ خال ما فما حتى تسمية حتى المدرب عاملناه كأنه نكرة معناه جلال القادري مع العلم اللي جلال القادري في كاس العالم وقت اللي خرجنا من الفاز دي بول قال انا نغادر انا وعدت باش نتعدل الدور الثاني فاغادر الان ورغم ذلك شدت فيه الجامعه والمكتب الجامعي شد فيه باش يقعد كونترا بار اوبجيكتيف على عيني وراسي لكن يخرج بالطريقه ذي ما غير ما يتسمى انهاء هكا في المباشر وتكليف لجنه باش ينتخبوا مدرب جديد ولا كيفاش يصير خالد هذه اكبر عيب عملوه محمد عيب كبير به ما كان احنا قعدنا نحكيه على جلال القادري نحكيه عليه كرويا
وحتى كي يمشي ما يعيب كيفاش الكلام ما يتقالش. حاجه ثانيه، الناس هذوما اللي يختاروا في المدرب شكونهم هما؟ ايوا شكونهم هما؟ اليوم انا واحد من الناس، جيب واحد مهبول ما يعرفش حتى شيء، تيقول لك عايد فوزي البنزرت جمعيه تونس الكل تحب تاخذ، جمعيه الكل تحب تستيت. هو فوزي البنزرت علاش ما قعدش في الفريق القومي وقت اللي حب ودي الجاري باش يتصرف معاه في التشكيله ولا حاجه؟ قالوا له رفض. وهذه القوه نتاع المدرب اليوم يا اخي، كيفاش يقول لك ولده فوق ظهره ويتفركس عليه؟ بالضبط. تتاوى اليوم واحد كيما فوزي البنزرتي ما دي مش محمد ما. وانا نقول لك خالد من بعض المصادر الخاصه، الاسم الاقرب هو فوزي البنزرتي اللي تدرب. يا ودي محمد مش الاسم الاقرب، شوف تو فما مسؤولين يبداو باش نحكي لك على المسؤولين اللي يجيبوا لونترونور. اول حاجه هو اللي يجيب لونترونور ويحطه ما مشاش كارو هو يتنحى، خاطر انت تجيب زوز وترونت زوز اونترونورات لفونترونورات وانت ماكش ما عرفتش تختارهم انت اللي تتنح. فما ناس يجيبوا حاجه على قد قياس، فما جماعه يجيبوا اصحابهم ما يهمناش. اليوم باينه واضحه كعين الشمس في الغربال، عندك مدرب كف فوزي البنزرتي، تقول لي مثلا كبر في العمر يقول لك مع ستاف كامل. بالضبط. اليوم فوزي البنزرتي محمد وين القوه نتاع لونترونور؟ اليوم فما مدربين كي انا المره الاخرى كي ماشيه تونس للكو ديفوار، اش قلت لك؟ قلت لك اسكو المدرب ينجم يشد الفيستير ولا لا؟ على خاطر يا محمد شوف اقوى حاجه راهو المدرب الفيستير. لعبنا الكوره نعرفوا شو معناها الكلونات، نعرفوا شو معناها هذا صاحبه يحب يلعب وذاك يحب الاخر والاخر ما يحبش. معناها موجود هذا يا ودي حتى في في الجمعيات الكبار كل ميسي موجود مع ميسي مكترا ميسي موجود. اليوم عندك مدرب كيما فوزي البنزرتي يعني حاجه ثابته حاجه ثابته، علاش انا نقعد نفركس تفركس بعد وتقول لي بعد تجيني تقول لي ما عرفتش نختار منتصر خويا وبصعيد يا خويا مازال يا محمد يشوف انت المدربين نتاع الفريق. هذا تكليف الى غايه تعيين مدربه يا ولدي، حتى كي تكلف حتى كي تكلف اعطي مده، قول قتي اعطي مده، خاطر اليوم ليكيب ناسيونال ماهيش كل يوم تلعب محمد، عندها مده. قال بعض اللاعبين القدامى المشهود لهم بالكفاءه، هذا اللي موجود في بلاغ الجامعه التونسيه. يعني كلموا ذويب تاع صفاقس حبوه يجيب، شوف برشا جوارات من لي زونسيان جوار الكل ما حبوش يمشي وعندهم الحق ويلزمهم يرفضوا، خاطر توا فقتوا بهم. ريتني انا محمد كي نقول كان يكلموك جامعه ترفض خالد؟ لا لا ما مشيش. تعرف علاش محمد؟ أيوة. انا فما ناس انا كي قلت نحكي يا محمد قلت لك يلزم كوميسيون تكنيك، حكيت عليها انا حكيت من الناس اللي جبدت عليها. ايوه اي كان عندك كوميسيون تكنيك بعد ما تهلكت جاي تعيط لي توا، يعني اعطيو كان اعطيتهم قيمه محمد ليكيب ناسيونال. حتى المدرب كي باش يختاروه تجيب ذويب تجيب تميم تجيب ناس ما نحبش نسمي الاسامي، تجيب ناس كفء يعطيوك الحاجه الباهيه. واضح. حسني انت بتعطي رايك في الموضوع هذا؟ انا فهمني في الموضوع هذا كان فوزي البنزرت. ايوه لانه من حظي السعيد انا تعرفت على فوزي البنزرت ونستلطفوا برشا من ألطف خلق الله. لماذا يا اخي صار فيه لا وجود ماهيش موجوده في الاخرين؟ فوزي بنزرت انسان صريح يعني كلمته على لسانه، ما عندوش يعني الحذلقه اللغويه او الترهدين او شيء من هذا القبيل، ما راه يقوله وما يقوله يعني بالنسبه لي في هذاك هو المصلح. ولكن يعني من المأساة نتاع فوزي مع التوانسة ومع العرب الكل ومع شمال افريقيا يعني الجزائر والمغرب يعني يتهم انه حاد المزاج. أيوة. وانه لسانه يعني شعبي برشا ما يصفيش بالبداية، ساعات يبدا يركرك لهم. أيوة. حتى ما يقولوش كلمة اخرى. صحيح وصلت الفيت. أيوة. فهمتني. ولكن يا اخي يحبوا يعني الاوباش هذولا اللي ينعشوا معهم يحبوا ولود بلاش عشواك. أيوة. يحبوه يعني ما لا ريحه لا طعم ولا حتى شيء، حط غادي تلقى غادي وبعد تزوه. ايوه فهمت، من بعد تزوه. يا حسن فما جمعيه رانيها فوزي وجوارات كل اللي تسهل ويحب فوزي. بارك اي جمعيه رانيها رغم كاركتير وصعب رغم كاركتير وكل. ليه يا محمد نعرفه بالقدام محمد. اي شوف ريتو في الكاركتير نتاعو بعد كيوفا لونترينمون، انا مره نترنا عنده محمد في سهريه في عرس الوحشي غدوه صباح جينا ندورو عيط قال لي برا ارتاح واليوم ويزي. قلت له كهوا معلم صاي يعني يعرف ياخذ الجواري. ما فماش جمعيه رانا فيها فوزي الناس ما تحبوش، تريتك تعصبين وعنده قلب صافي ما عندكش فكر. واضح ممتاز. من بعد شويه نرجعوا نحكيوا على رئيس الجامعه الاسامي المرشحه واول شخص يرشح نفسه رسميا ومباشره سيد عبد المجيد القبنطيني، نرجعوا له بعد شويه لكن نفتحوا تتويت صفحه السياسه.
بكثير من الجدية نحكيه اليوم على الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي في آخر ظهور على قناة الزيتونة نهار الجمعة تقريبا كان الظهور هذايا. حكي على عديد النقاط، حكي على الانتخابات سنة 2024، توجه برسالة تهديد نسمعها بعد شوية، وأيضا البداية بما يعتبره سجين سياسي. نبدأ نسمعه بالجزء بالجزء ثم باش ناخذ رأيكم في نقطة جماعية. نبدأ ترى بالنقطة الأولى وما يعرف بالسجين السياسي في تونس وتقييمه لما يحدث الآن. وهي أنا أشعر بالخجل وأشعر بالعار إنه أشياء مثل هذه مثل تقع، ولنا أن تحية يعني لهذه المناضلة ولكل المناضلة والمناضلات الموجودين خاصة في السجن ولعائلاتهم كل التضامن كل المحبة كل المودة، وأكون على تم ثقة أنني لم أدخر ولن أدخر أي جهد يعني للتعريف بقضيتهم. إحنا بعد 10 أيام عندنا هنا لقاء في باريس حول هذا الموضوع، قبل عملنا لقاءات في العديد من الدول الأوروبية. لا يوجد مكان إلا وأتحرك فيه في 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 قضية مساجين سياسيين. أنا بالنسبة لي قضية شرف شخصي إنه بلادنا كان مفروض إنه ما عادش يكون فيها مساجين سياسيين بعد الثورة، وأنت تعرف إنه بنى الثورة أعطيت تعليمات واضحة بأنه ما عادش هذه قصة التعذيب. لم يدخل أي صحافي في السجن بفضل الثورة اللي حاربوها، لم يكن هناك أي سجين رأي إلى آخره. الآن رجعنا بالتوالي إلى يعني إلى أنا شعر إنه كان ما يبوي ما غزيت كما يقولوا، يعني رجعنا إلى عهد بن علي وعهد الأمور. لكن المرحلة هذه إن شاء الله لن تدوم، ما يش بش تطول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي باش نحكيو عليها وهي رسالة شديدة اللهجة، تهديد واضح لكن مش الشخص معين بل سلك وقطاع كامل. نسمعوا شنو قال السيد منصف المرزوقي. أنا نحب النبه، خليني نرفع هذا الصوت هذا الأصبع في وجه هذا من قضاة الفاسدين، هذا من البوليس اللي رأوا لو دامت لغيري كلمات ترأي ما دامت ليش أنا خرجت بالسلطة، رأوا هذا بس يخرج مش يخرج مع إذا كان عمرك 30 أو 40 وكذا كذا رد بالك ترهن على هؤلاء الناس، لأنك المرة الجاية هناك قرار يعني في العمق الجماعي أنه الغلطة التي ارتكبت بعد الثورة أنه برا سامح وبرا كذا ما يشبش تعرض، وإذا ردوا بالكم رأوا هذا الرجل خارج من السلطة كما خرجت منها أنا كتصر قرطاج ما حتى حد ما يخلد فيه، أنا خرجت منه لكن الحمد لله خرجت بشرف وبعزة وبكرامة كذا، هذا بش يخرج وراه قضايا خيانة عظمى وكذا كذا، لكن أنتم قضاة بوليسية ردوا بالكم يعني لا تربطوا مصيركم بمصير هذا الشخص. كل من ربطوا مصيرهم بمصير أي دكتاتور دفعوا الثمن وستدفعون الثمن، ولذلك أنا أحذركم جميعا واحدا واحدا وقولوا هالكلام وقولوا على المرزوقي رأوا يعني سلامتكم المهنية وكذا هي في احترام القانون، هي في احترام الناس، هي في احترام المواطنين، هي عدم الانزلاق لهذه التصرفات، هي يعني عدم القناعة بأنه هذا الشخص بقي في السلطة والأمور باش تقعد كما هي بين عشية وضحى نجم يطير، وأنا ذاك ستقع محاسبتكم، ولهذا ردوا بالكم احترموا أنفسكم احترموا دوركم احترموا القانون احترموا أنفسكم احترموا دوركم واحترموا القانون. والنقطة الأخيرة وهي سنة 2024 سنة الانتخابات الرئاسية، فما هي دعوة السيد منصف المرزوقي؟ لكن بالعكس احنا الآن يجب أن لا نصل إلى 2024، يجب يصير فيه حل للشعب التونسي قبل ديسمبر 2024، لأن البلاد مش زيد تخمج إذا كانت تقعد 24، والحلول إذا كان وصلنا إلى 24 هو المقاطعة وعدم الاعتراف بالشرعية والدخول في العصيان المدني إلى آخره. هكذا يعني بن علي مشى بالانتخابات متاع 2004. واضح هذه تقريبا أهم النقاط اللي حكي فيهم الرئيس منصف المرزوقي. خالد تطلب الكلمة. نطلب الكلمة محمد، هذا واحد ما يصدقوش علاش يحكي على المساجين تي وبغداد المحمود يعطيها الليبي، دونك وي باش تصدقوا الراجل كيما هذا. واليوم نقول لهم الناس هذوما افشوا الخير في اهلكم يا ولدي، سبقوا الخير تلقاو الخير، علاش التجييش والحاجات ماناش ناقصينهم يا ناس، بالله بجاه ربي ماذا بكم كلمة الخير ما كانش قصة علينا. واضح. نبدأ معك حسنين، يلا ناخذ رأيك في عديد النقاط. لو دامت الليانة ما توصلش وأنا خرجت من قصر كرتاج وأنا وسلمت وفي فترتي وما عملت شوا و و وقضية شرف شخصي وعطيت تعليمات واضحة وصولا إلى تهديد للقضاة الأمنيين، كل إنسان يعتبر مع الرئيس قيس سعيد يقول له رد بالك والكلام هذا محمول علينا، وثم يقول هو باش يخرج بين عشية وضحاها ودعوة إلى عصيان مدني. سيدي محمد هو قال الكلام في قناة الزيتونة نتاع تونس، قالها في معناها هو من البرنامج في قناة تبث في تونس مش البر.
هذا معنى واحد. انت تعرف جيدا انا كلام منصف مرزوق يا اخي معنى ما ناخذوش بجديه، لكن اختير الكلام المره هذه. إيه انا ما ناخذوش بجديه، ما كان لانه انا نخدم مع سيادتك في هذه الحصه ويلزمنا نتكلم ونبغبغوا، اذا يعني ساقول عنه بعض الكلمات. تحب نسمع طرقات ونجو نرجع للكلمات؟ لا لا اعطيني اعطيني رايك، اعطيني رايك، اعطيك بوم. لا لا رايك الكل. اي به قالك مضامن مع المجنونين وفي وقت لا مفهمش مجنونين، وهذا كذب يعني بواح. باه وبربي كلمات هذه راهو احترام لقناه الزيتونه مش ليه هو. باه هذا كذب بواح، يعني في عهده هو كان يعني برشا مساجين سياسيين نتاع ابن علي تو بربي كي يحطوا عبد الله عبد الله في الحبس، واللي شو اسمه الاخر في الحبس، واللي بن ضياء في الحبس، واللي شو اسمه الاخر الدبوسي في الحبس، واللي شنو هذاك ماذا يسمى؟ تما سياسيين حطوهم في الحبس. ايوه هالاحمق. وجيران الدبوسي توفى تما قال وجيران الدبوسي توفى، فما محمد البختي زاد من الاصوليين توفى وغيره وغيره، ولم يصلحوا شيئا في السجن. هو المرزوقي يحكي على روحه قال اعطيت تعليمات واضحه لمنع التعذيب. يا ودي عنده تعليمات شكون يسمعه هو باش يدير رئيس الجمهوريه؟ يهديك صلى على محمد ترتول. وكان يشتغل عند الغنوشي الله تبارك له، الغنوشي كي تشمت فينا بالطريقه على هذا على هذا كي تشمت فينا اختار يعني اختار لنا رئيس على على خلقته او شاكلته وحط هنا في الواحد. والرئيس قاعد يعذب فينا هذا التوا، يعني هو رئيس مؤقت ولسه مطرطر في دماغه بدليل شكا على شكون شكا باحد الصحفيين في في التلفزيون الوطني على خاطر سماه رئيس مؤقت. قال له رئيس مؤقت قالك مش مؤقت ابدا احمق يا اخي. قال انا وخرجت انا وخرجت من القصر. اي وفضلا على المثال الفاقع اللي ضربه خونا خالد التواتي حكايه هذه معناها البغدادي المحمود اللي هي ستظل جبيء عار يتبع يعني الثورة التونسية أو ما يسمى الثورة التونسية ومن شدها، وعلى رأس ذلك العار هو المرزوقي المتطرطر في عقله. به تهديد وهو ينتقل إلى يهدد فينا. وهو الرجل هذا محكوم عليه بالحبس لتجاوزات رأتها يعني مصورة القضائية في تونس الحرة المستقلة العزيزة الغالية على قلوبنا اللي نسكن فيها نحن. ما عندناش بلاد غيرها، ما عندناش مرأة غيرها. هو عنده مرته في باريس وعنده ربما جنسيه اخرى او جنسيات ويبيج عند قطر بالدولار. نحن ما عندناش الا البلاد هذه، نحن ما مسكينات نحن والحمد لله ربي ربي يبارك لنا في هالبلاد هذه وربي يسونها من الترتولي وامثاله. يعني شو يقول؟ انا نخاف يشملك تهديد ورا بعدك يا ودي، خاصة الترتور والله لين ما نعذب له قلبه. الترتور هذاك كان في وفاق اجرامي، شد السلطة في البلاد وهو في وفاق اجرامي، كان عنده 7 من الناس في الحزب نتاعو. ثم فجأة تو يحكي لك طارق الكحلاوي واللي يجيبك كعدنان المنصر واللي يجيب حتى العبو. ايوه تما عبو كان شد الكرني نتاع الفلوس وضاع الكرني ما يبالكش الكرني ضاع. تما الكرني ضاع واتخذت يعني هذا وفاق اجرامي. أنا أقول هذاك السبيار في وقت الثورة كان وفاق إجرامي وشاركوا فيه برشا يعني متحيلين وكذا، وفما ناس هم بنوايا حسنة فما ناس خدمة كانوا يتصوروا المتترتر في عقله يعني يحب يحللهم، كانوا يخلطوا بين الدكتور والترتور. أيوة ولذا هنا بين كل شيء توعات. وثم إيش يقول في الأخير معناها توا نقطة ربما هو يقول لا تربطوا مصيركم بمصير قيصر. أنا هذا هذا صحيح، هذا جميل، هذا يلزمك اي بشر في تونس ما يربوش مصيره بمصير اي حد. نحن هذا معناها ثم تعاقد بيننا وبين قيس سعيد وبيننا الصندوق. ايها الاحمق، ايها الترتور الاحمق، اسمعني عايش خويا. شكون خطابك مش؟ انا قلت لك الترتور بيننا الصندوق. انتخب ليه هذا الشيء؟ انتخبوا الشعب التونسي لبريمه يهبط، خليه ينتخبوا. نحن دائما في العقليه العربيه حين يتعاركوا زوز ثنائيات، زوز من الناس او زوز جهات او زوز احزاب او زوز عصابات، مع الناس اليه لفرض الخلاف. الصناديق هذيا اطلعها انها خارقه للعاده. خلي الشعب والشعب اللي يحب ينتخبه نحن فرحانين بيك يجيب شحال ولا قدر الله ان شاء الله. خاطر الترتول هذاك شيء من الماضي ان شاء الله انتهى امره. أيوة. هو وغيره كان يرجع بعد كلامك هذا يا حسن. ودي ايش يرجع تو يضرب لي على الطياره تما يوم بالحريه هذاك. كيفاش يضرب على الطياره كان يولي رئيس؟ ودي يضرب لي من على الصاروخ. أيوة. يضرب لي على القمر الصناعي نتاعي. ولي صاير ولي هذاك عبد هذاك. صلي على محمد ابو ثري. اما حكايه 2024 نحن اليوم هاو يعني ما كملنا جار في ان شاء الله. ايوه وان شاء الله يكملوا هذايا المجالس الاقاليم، وان شاء الله مباشره يعملوا زوج حاجات. أيوة. يعملوا المحكمه الدستوريه
ويعملوا ايضا مباشره الاعلان على وقت الواحد تاريخ الانتخابات الرئاسيه. بين الناس يعني بدات تترشح للرئاسه ولا فرحان. فقط سؤال بين عام ام لا، هل من كلام اللي قاله محمد منصف المرزوقي هذا كلام تاع شخص يحب تونس خايف على تونس بين عام ام لا؟ يا رجل يعني قلت لك المره الاخرى باش تفهموا الكلام، تو كانش يتمسح خيس. كانش يتمسح الملك المغرب المغرب الشقيق العظيم رفض ان يزور طرطور. لماذا؟ لانه طرطور ماهوش مسؤول على كلام ورجل يطرطر من فوق ومن لوط يا لطيف. واضح احوال كيست وتشوف مع ايب الغيب ورجعي. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفان أحلى غدية. يا فهم على الراديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. لقيت هذا وقيت ترند تو سويت مع ثريا العمري. ترند اليوم يخص الرجال، حب الرجال كل تكون في الاستماع خارق العاده، على خاطر فما تعريفه جديده هبطت من لوتيكا. ايوه، وما عادش توا لا كعور لا دير العور، توا كل حاجه لازمنا نعطيوها اسومها وبحسبتها. باه في علاقه عندنا، خاطر توا ولاو الرجال وما عادش عندهم برا حجم لحيه وباي باي. توا اللي فما سبيغ ولا فما قصان ولا فما ديكوب ولا فما زاده دي ليساج ولا فما شطر لحيه ولا شطر شعر. أيوة. ولا دونك هذاك علاش النقابه هبطت لهم الاسوام لوتيكا وامورهم واضحه. لوتيكا مش نقابه لوتيكا. نعطيكم الاسوام تحبوا تاخذوها كفكره مثلا. عطينا على الاسوام. باه عندنا قص الشعر العادي 10000 10000 إيجاليزاسيون دو كوب عند الحجام احنا 15000 معناتها بيننا بينكم تو 5000 قص الشعر كلاسيكي. والله شنو نعرف شنو يقصدوا به الكلاسيكي، اما 15 دينار تصور فيها تحفيف وكل الشعرات هذوكم الطويل ولا يبدا نقول قدام طويل ولا جناب ناقص. قص الشعر برؤوس المقص إيجاليزاسيون دو كوب كيما المرأة كيما الراجل 15 دينار كيف كيف. عندنا قص الشعر بروس هذيك بروس برؤوس المقص معناتها بروس معناتها اغلى من الحجامه النورمال، اغلى من الحجامه العاديه بروس بالمقص. يا لطيف. قص الشعر ماش سبله باهي 15 دينار معناها اقل الحجامه ب 10000 وليت من 10 ل 15 ثم التلوين. وبعد عندنا اللحيه اللحيه من الخمسه حتىش ليه من الخمسه من 2000 حتى ل 10000 اللحيه. لا اللحيه من 5000 ونحن طالعين 2000 هذاك شامبو عادي. مازلنا ما خلطتش في بالي كلهم في قلب اللحيه. باهي عندنا اللحيه عاديه ب 5000 باهي. لحيه معتوقه اش معناتها؟ محصوره. اي محصوره؟ اي دي 10000 باهي اغلى من الاخرى معناتها على خاطر فيها خدمه وفيها توسيع بال. باهي وعندنا الشامبوان العادي 2000 شامبوان ماركا سينيي معناتها 3500 تري بيان. ومن بعد نوصلوا لتلوين الشعر نلقاوه ب 40 دينار فما هذا اللي ساج اللي حكيت عليه انت اي اللي يحب يرتب شعيراته ب 40 دينار وفما اغلى راهو نعرف. بار كونتر ب 3500 هذه ممتازه ذا اللي سيشوار. اي عم ثاني تعدي عم سيشوار كا بقداش تخرج مستحضر على شي بيت. تو نجاوبك. اولا الساعه هذه الاسعار الرسميه الجديده. رسميه ونحن انا ود الشعب التونسي. انا اعرف الشعب التونسي ومش بالضروره سيعمل بها كل الحلاقين. هذه غرفه الحلاقين او نقابه الحلاقين هي تحدد. هي تحدد هي اللي حددت لهم هذا معناها اوكي علقوها لنا في الحوالين نتاعهم في صالونات تاع باب الحلاق ولكن مستحيل يعني يلتزموا بها بالتخفيض يعني هم مثلا ب 10000 6000 5000 انت بقديت حاج. انا كنت الحجامه الاخيره يعني الحقيقه 7000 في الغزاله وعندي العصفور نتاعي معلم باه والله يظل يشقشق ويظل يضرب شعرك 7000 عم حسن يعني حجم مره ونصف الشهر الا شعري لحيه هذيك لحيه في الدار وحدك في الدار في الواحد نتكى لها فهمتني والحجم اش تعمل نشيل ماكينه بك 1700 تولد ايوه هذيك وكذا تروالام دو دو لام دو هذيك تشدني جمعه باه جمدني جمعه وانا نكرد في لحت ممتاز فهمتني. ايه الحجيمه كي تدخل الحجيمه مش تقول له تحب ما نقولوش ما نتكلموش انا وياه فهمتني انا نقعد وكا ونقول له غاية توا اذا كان مش توا نرجع له غدوه نرجع له توا قيت راه توا مازلت انا نقيس شعر راسي بشعر وذني ايوه واللي يفوت 60 يولي شعر وذني يطلعوا برشا ايوه الدرجه ما عادش يسبق ما خممتش تسبق حسنين نصبر ليش نصبر مانيش ناوي نعرس من جديد انا خان مش في مصلحه الحجامه محمد علاش؟ خاطر انت كي تجي واحد تقول له 5000 لحيه انت في تعدى الحجام الناس الكل تولي يقول لك ناخذ جتاب ونحجم في الدار محمد يعني كي حجامه الشعر اين المصلحه؟ حجامه الشعر عادي حجامه الشعر والله تتقبل انت بقديت حجم انا؟
10,000 شعر شعر ولحية بقد ايه؟ لحية ب10,000 يودي هذا ما يسبونا في ارتفاع الفاتورة في تبدل الأسهم الرسمية بمعادل قديش من مرة في الجمعة تمشي خالد بش مرتين في الجمعة علي لحية ب10,000 مرتين في الجمعة لا مرة بالضبط بالضبط شهر ونص لحجام تراسية ايوه هذاك شهر كل شهر ونص اه كل شهر ونص شيخ وغبغب ولي ولي يعني يعمل لي فستان حاسين ما يركحش ولي بوكلي يلا الساعة الثانية نرجع نحكيه في إكمالة الترند بعد شوية تحكينا على محمد كوكا وحضوره في برنامج السهرية مع عبد الرزاق الشابي خليكم معنا الأخبار تنسويت ورجعين مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي حتى لسبعة متاع العشية على إيافام أحلى غاديو من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيافام أحلى غاديو يا فهم على راديو مرحبا بكم الجديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس بقيادة الكابيتان وخالد علي لوتشان وتويتي السيد رئيس التحرير السابق خالد أو حسنين حسن بن عثمان والانستغراموزة شحرورة المجموعة ثريا العمري خذينا من وقت قبيلة في تراند باش تكمل توا الجزء الثاني من تراند متاعها ونحكيه على محمد كوكا قبل ما ندخلوا في الديتاي ونقول لكم ما صرح به محمد كوكا الناس مو الاكستريم مع بعضنا ونرجع نوبة ما يسالش كانت تعيش هي و ما يسالش انا نقول لك ما يسالش المهم تاخذ ما يسالش لا 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 مش المهم تاخذ لا عاد هوني هوني باش نولي ونهزوا رسم قبل نعيشوا كيف باش تنربزوني وباش لا انا قلت معناها ثم ارضيه فلسفية وميتافيزيقية روحية وروحية معناها شروط يعني ميتافيزيقية أنت بنتك ترضاها سمحني عايشك بنتك ترضاها تعيش مع رجل تحت سقف متاع رجل من غير صداق ترضاها أنت نرضاها دونك تراند لهنا وبيان سور الناس تفاعلت برشا على ما صرح به محمد كوكا نرضى بنتي نورمال معناتها تعيش المساكنه قبل الزواج قال هو زاد كيف كيف عاش الفتره هذيك وما عندوش مشكله دونك الحاجه اللي خليت الناس تتفاعل في لي كومونتير احنا معناتها دوله مسلمه دوله عربيه معناتها كيفاش يقول كلام كيف هكا في بلاتو تلفزه وصغار قاعده تتفرج وحاجه باش تكون معناتها حاجه معناتها انفلونس خايبه للصغار اللي يتفرجوا دونك بين مع وضد الحقيقه ما كانش برشا مع مع ما عرفنيش كلهم اي كلهم ضد معناتها كيفاش يتجرأ ويقول هكا قال هو لي انا مسلم تولدت مسلم اخترتش انا لقيت روحي انا مسلم خاطر بابا وامي مسلمين اما نورمال نعيش المساكنه ماهوش اول مره نخليها ماهوش اول مره محمد كوكا يعمل الضجه هذه بكلام النوع هذا في كل مره وين تويتي الفرصه حتى كل ظهور بالنسبه لي تقريبا يقول اخر مره يحكي على الحجاب مثلا يقول يستفزني كي المراه بالحجاب وكان القنحي هكا من شعرها ويعتبر الحجاب فيه نكران لإنسانية عند المرأة اليوم يحكي على المساكنة ما أنت حر سي محمد قول لي تهبني اخذ رأيكم الفريق لكن فما راه تتقال وراه ما تتقالش ولا فما ناس ولا تتمعش ربما بنوع هذا الخطاب نبدأ معك خالد ولا هذا خطاب متاع نخبة محمد ولا يعيب نحن دولة نحن دولة مسلمة أول حاجة الرجل الديوث لا يدخل الجنة يرى بنته على الفاحشة وما يتكلمش كان جات الأنثى متاعه بأنواع الأنثى متاعه أخته ومرته وأمه ومعنيها اليوم هذا يرى في حاجة ويأكد فيها تو كان ما شفتش والله يقول قايل ما سمعتش أما علاش وصلنا محمد تو والله بالحق فما حاجات يزمنا نقولوه محمد فما حاجات ولات في تونس راهو عيب كبير محمد وليت فما بنات ترى الكرش عريانة هكا محمد فما لبسات نحكي لك حرية نحكي على الحرية محمد فما حاجات مش دخلتش أنا دخلت مشيت لبعيد أما فما كلام كيما هكا محمد ما يزموش يتقال رانا دولة مسلمة وما تفسدوناش ولادنا محمد هذا يفسدونا في بناتنا هكا ممتاز واضح ثريا والله انا كان عطاه ميساج لبنته معناتها اوتخ موندي كان ينجم يقول انا بنتي مازالي مازلت عندي وفي داري نبارتاجي معاها برشا حنينه برشا حب نعلمها كيفاش تكون علاقتها صحيحه مع راجل باش بنتي مش اول راجل يعرضها في حياتها تمشي تنقز وتطيح وتقول هذايا هو اللوم دو ما في وتكون عندها خيبه امل هذا هو الميساج اللي كان ينجم يوصله هو كاب معناتها دو ان ثاني حاجه زاد كيف في بلاتو تلفزه في شباب معناتها وشابات يتفرجوا فيه خير من اللي يقول انا نرضى بنتي تمشي تعيش مساكنه واضح السيد حسن بن عثمان خالد قال هذا ما كلام تاع النخبه هل هذه النخبه التي تنتمي لها انت يا حسن بن عثمان شو تنتمي لها انا نكره في النخبه ونكر فيها
انا الهامش ناكر فيها وانا ناكر في الهامش ولا انا ما عنديش علاقه لها ما عنديش انتماء انا لا منتمي باهي حديث كورن ويلسون كورن ويلسون كاتب كتاب عظيم اسمه اللا منتمي انا اللا منتمي له الانواع هذه باهي انا ما اخي نوع الخطاب هذا يستفزك ولا انا ما يستفزنيش لانه شبعان بهالانواع هذه من الكلام ومحمد كوكا صديقي ونعرفه كذا كذا ومحمد كوكا يعني حين يكون على خشبه المسرح او في التلفزيون يعني يصور اعمال دراميه يعني شيء طاقه جباره الحقيقه ولكن يعني هنا يظل يزلط مو لانه مش مستانس بالكلام خير اول اتصال بالاخرين وتكلم الناس الاخرين في المزدح وفي المقال وفي كذا هذه فن اخر مش فن يعني معنى تمثيل فما غلطه هي واقعه في اللي سمعناها تو هذه كل هي غلطه في شيء غلطه يعني نحن سمعنا في هذا المقطع اللي عديته هنا المحمدان يتكلمان محمد كوكا ومحمد العوني بالضبط والاثنين مسرحيين واحد كاميرا كشي والاخر مسرحي وكذا وبيناتهم يعني حزيات واحد ربما يعتبر روحه نخبه والاخر لا يعتبر والاخر نخبه حاسي امور نخبه عركه على النخبه هذه وهم يتعاركوا على الفراخ انما هو شو الموضوع كي سألوا على بنته الاخر بشركه بطريقه استفزازيه قالوا بنتك يعني تسمع تقبل هكا وهكا ايش قال له هو قالوا هو ما عندوش حق لا يقبل لا يرفض محمد كوك اللي كان قاصر الطفل ما عندوش حق يتكلم بلسانه إذا كان قاصر فما متاع الطفولة يفكوا هالو وإذا كان راشدة ما عندوش أيضا الحق يتكلم بلسانه تتكلم بلسانه وإذا يعني نحن هو الآن نحن مكتعرف وكجمل ميتافيزيقية وفلسفية وروح يعني معلش نحن في مجتمعات تتبدل تتبدل أخلاقها تتبدل لكن ممكن نتبدل وما نضيعوش البوصلة يعني نظلوا يعني ثم ثوابت شو البوصلة البوصلة لا نضيع الفضيلة لا نستغرق في الرذيلة كما يريد أن يروج لها العديدون مش محمد كوكا محمد كوكا بكل أغبى واحد أغبى جدي بيا يتكلم في الموضوع هذا فما أخرين يا أخي الغلوشي وغيري هذم يروجون للرذيلة ولد القروي وأمثاله واضح واضح فقط سيد محمد كوكا تمنيت لو يكون حضوره مؤثر أكثر تمنيت لو حضوره يكون على عمل وعلى جديد وعلى حاجة يؤسفني أنه محمد كوكا بتجربته هذه الكل عبيد ما تفكر له حتى عمل اللي ممكن تتفكر له شوية تسريحات هذه المستفزة اللي ولا هو يستسهله ونحن زاد الإعلاميين عنا جزء كبير وساعات نستسهله الإثارة هذه المجانية نستسهل لنا نجيب ذيب نعرف فما زوز ثلاثة أسئلة تابون نجم نمدهم سؤال كزيت نجبدهم القجر ونسأله ديريكت باش نعمل به الضجة هذه وسهل فماذا بينا نتفاديو شويه الاستسهال هذايا مشيو اكثر في الريشيرج سي محمد كوكا عندك كارير كبيره خلي الاعمالك ونجاحاتك تحكي عليك ويجي المره الجايه يحكي على جديدك خير من بعض الشعارات هذيا الفارغه تسويه تحويل الكياس مع اي بالغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخميسي على ايفان أحلى غدير يا فهم على راديو مرحبا بكم الجديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الحديث في الوقت ذايا على الانتخابات مرة أخرى هو موضوع ساعة الانتخابات الرئاسية 2024 هل باش تتحدد ليه ما نقاط استفهام عديدة لكن الأهم والأبرز من هذي الكل أنه بعض الشخصيات بدأت تعلن على ترشحها نسمعوا سيد كريم كريفة في حديثه على الأستاذة عبير موسي شنو يقول أنه الحزب يعمل باعتبار أنه الحزب صحيح أيقونته ورئيسته موجودة في مقام احتجاز في سجن منوبة بدون جريمة وفي خرق واضح الإجراءات إلا أنه بقي حزبا وصنع حزب اللي هو حزب في المعارضة وله مرشحته في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 التي ستجرى بإذن هذا يخبر ذا اللي نجمو نبنيو عليه هو ذي ذا اللي مهم اليوم في المرحلة اللي نعيشها اليوم اللي يقول لك الانتخابات لو باش تجرى الأستاذ عبير موسي من أبرز وأهم الأسامي اللي موجودة يقول لك اليوم الحزب قاعد يعمل رغم أنه زعيمته في السجن وهي تنوي ترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بارك الله فيك أنا بالنسبة لي هذا عين الحكمة خاطر الحكاية هذه إضراب جوع وحشي وفي الغابة وكاللغة دي كان بصراحة مع الجيب بيه والأستاذ عبير موسى إنسان تعمل في السياسة مش تعمل في معارضة المبتدئين فما ناس مبتدئين في السياسة دخلوا عليها كاكا يعني فركة وعودها طب
وغزروا كيف ينوصلون أرزن عبير موسي إنسانة بعقلها وكيف تفكها بارك الله فيها عدة نهارينك وما يتسمش إضراب لوحش كيف معناها كذا وبارك الله في سي كريفة كريم الأستاذ كريم كريفة يعني كي خبرنا بالخبر هذا الجميل من جيت ماذا جميل خاطر هذا الخبر هذا ما يزعزعش أركان الدولة التونسية نحن بسيف دوب حبيناها تتماسك الأركان وتلقح الأمور لأنه وقع استباحة الدولة التونسية وقعت فوضى عرم رامية في تونس يا حبيبي وفما قلت تتيح قدر وفما سقوطية في اللي وبس وبذاء متواصلة حاجة من أسقط ما يمكن لشهادات تونس الحمد لله إن شاء الله ربي العاقبة سليمة كي جي الأستاذ عبير موسى وهي ومن بتراثها وبالشيء اللي تنتمي له وزن وتقول راح مترشح هذا يضفي زاد أيضا يعني مصداقية وجدية على يعني السباق الانتخابي للرئاسة وإن شاء الله اللي يحب يترشحوا كل جديين في مستوى عبير موسى مش متاع كلام فارغ وكذا كذا ومرزوقي من شيته يدعي العصيان المدني وتنساه يا محمد تنساه هدفنه يا أخي تلا هكا في آخر الواحد حب تخرج يا أخي اختنا خلينا مع الناس باهين الناس اللي في دماغاتهم تي نحن يا ودي نحن مع العقلاء وما سلكناهاش حمسك لا مع المهلب لا تعال هكا ودي كان مهبول ياكل الويبه العقل ما يعطيها ليش ما يلزم نتكلموش عليه حق قناه الزيتونه بارك الله فيه معلق قال يعني عنده مساحه خلينا نشموا هالروائح هذه غادي الروائح المنتنع فهمتني ايه كملت انا توا بحيث انا احيي هذا الترشح واحيي غيره من الترشح ونحب ان شاء الله يعني ما تكونش فما فوضى في الترشحات تكونوا مريقله ناس جديين ناس بهين ناس كيسين ويدخلوا يعني ويثقون في الشعب التونسي وفي ذكاء الشعب التونسي هم اللي قالوا يتهموا الشعب التونسي شعب غبي شعب تونسي اذكى منهم مليون مره يحترموه ويحترموا صناديق الاقتراع وتحيا ليزي في الطريق العام هل ترى تترشح انت بما انك متابع الحياه السياسيه وهكا كل شيء ما يفوتك شيء ناوي تترشح انا مغروم انا مغروم سيدي محمد بالحياه السياسيه أيه؟ غرام عذري أيوة. عذري تعرف ما حب عذري حب عذري ما فيش يعني أيوة. فراش ولا أيوة. ولا مساكنه ولا حد شيء اي من بعيد لبعيد نحب العذريات انا أيوة. في السياسه نكره انا ما نجمش مانيش من السياسه ما تنويش تترشح اطلاقا سيدي محمد والله نتبعهم الكل انا من الثمانينات من دخلت للبلاد هذه باللوف نعرفهم الكل ونعرف الهامشي منهم والمركزي منهم واللي ونعرف اللي ريكتو تسيل ونعرف اللي يعني يسيق من بلايص اخرين حسيل نعرفهم وين تبعوا فيهم وان شاء الله نكونوا مفيدين ان شاء الله نحن يا اخي ما نحبش انا واضح خالد والله حاجه تفرح محمد باه اليوم كي تجيك مثلا باش تعمل انتخابات بين عبير موسى مثلا وقيس سعيد موسي وقيس سعيد والله حاجه تفرح زوز قويين نحبوا حتى اكثر نحن باش يكونوا في الساحه ليه محمد ليه خاطر علاش في تونس بنحبوا ناس قويين خاطر نحن ساعه فما عباد ترشح في روحها محمد وحتى الهيبه نتاع الدوله تتنحى فما عباد سامحني منهم من غير ما تترشح وما يلزموش يقول نترشح بالضبط اليوم كي يبداو زوز كيما هذوما ويعملوا برنامج نتاعهم وان شاء الله اللي برنامج في مصلحه العباد الناس تمشي معاه فما شويه زوز أكثر أيه نحن أيه. أما مش يعملوا لنا 30 و 40 يا ودي راهو 20 مرة يا ودي بلا حرام قلتش على جو قلتش عندك أنت في تونس عندك 10 ملايين 12 مليون 12 مليون تونسي يحبوا له رؤساء أيوة. أي واحد تسأله يقول لك مني تقرا أيوة. يفهم في الرياض يفهم في الاقتصاد يفهم في الجراح يفهم في الفلاح يفهم في سقسقة العصافير أيوة. يفهم في المدنينة عندنا مازال عندي دقيقة نستغلوها نسمعوا الاستاذ لطفي المراهي كان اليوم حاضر هوني في افام نسمعوا شنو حكى على الموعد هذا الانتخابي وكل ما نصدقوش انا قيس سعيد ما نصدقوش لانه قيس سعيد عنده تناقض كبير في الكلام تاعو وفي الافعال تناقض يعني انت نهار يجيك يخرج لك انسان يقول لك نهار يقول لك الدستور ما يسمح ليش باش نحل برلمان وبعد ايامات يولي يحل برلمان الكلام اللي يقوله قيس سعيد نقيض ما يفعله دكتور لطفي المراهي يقول لك ما نصدقش قيس سعيد على خاطر كلامه عكس افعاله نحن نحيوا الدكتور يعني محمد لطفي المراهي الحقيقه وكذا ونتذكر يعني قوله الشافعي رحمه الله ذلك الامام العظيم رحمه الله يقول وعين الرضا وعين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساوئ وانا انا نحرص باش نسمع الاستاذ لطفي نحرص حرصا شديدا وتتبعت يعني معنا لقاء اليوم في اذاعه يافام في 90 دقيقه الحقيقه ومعنا تبعته للاخر
وبدأ هو يحكي على قيس سعيد يقول فاشل إنما هو هذا الرجل فاشل نعته بالفشل هكا ولا أيوة. من بعدك فخري خولة فخري زميلنا فخري يعني قال له طرحك انت سطح قال له اسمع احترم روحك نعت لا ما تنعتنيش هي انا جتني صوره في دماغي احنا نقولها لك مثلا انا وياك وخالد وخري الاربعة نترشحوا للرئاسه يفوز خالد بالرئاسه يعني هيك اكيد باه تقعد مبلك ايوه يفوز خالد بالرئاسه نجي انا معناه هو في بصدد ولا كنت خصيمه انا كنت خصمه في المنافس نجي نسبه ونقول له يا فاشل يا ساق يعني انا بالنسبه لي والشيء الرائع والله في لطفي المراحي هو رجل كيس وعلى خلق وهادئ يعني تبعه كذا كذا ونرجو انا ارجو ربما تظلم شوية أما أرجو أن يتفوق على أحقاده وضغائنه واللي مسوها ربما ظلموها ربما ظلموها وماذا بين أخونا يكون من المرشحين اللي عندهم يعني مصداقية واضح شكرا لك حسنين خالد علي تويتي شكرا ثري العمري شكرا لحظات ويكون ضيفنا الحكم الدولي السابق سيد عادل زهمول خليكم معنا رجعين